اهلا فيكم بنات، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. رجعت لكم للتغطيات، من زمان ما سوينا تغطيه. اليوم راح ابدا تغطية ان شاء الله في السيف جاليري، لانه شفتهم جايبين بضاعه جديده. ويلا خلينا نبدا. دائما الركن الاول هذا، هذه اسعاره 327. كثير بنات يكتبوا لي في التعليقات انه لا تسرعين، بشوي شوي امشي. راح احاول اليوم امشي شوي شوي وما استعجلكم. شو هذا سعرها جدا حلو، 199، جدا حلو. هذا 119. شوفي هذه بس الشاي بالحال 83 ريال. هالجهة من الجهة الثانية الدلال، كان في جهتين صور جهة بس واحدة. من الجهة الثانية على 234. وهذه على 229 طقم، جدا حلوة. أتمنى إنه اليوم ما قاعدة أسرع، قاعدة أحاول أمر شوي شوي. أغلب اللي هناك 199، 239. هذا القسم الثاني، يعني حسيت إن القسم هذا أرخص. شو أسعاره تحت؟ هذه الأشكال السادة بلاستيك اللي ما يحبون المعدن أو الألوان كذا الفضيات أو الذهبيات. هذا سعرها توقع 87 الواحد. هذا شكله غريب، ما قد شفت قبل كذا شكله. هذه بعد شكلها حسه جديد. سعرها على 249، 239. شو الطقم هذه اسمها ثريا، حبتين 169. بعد حلو شكلها. في منها أكثر ثلاث ألوان، هذا الرمادي ونفس العسلي وأبيض. طقم نواعم ب 137، هنا 149.
شو هذه كبيرة ما شاء الله 174. القسم هذا لاحظت أغلبه فضي، شو أشكالها من قرب. شو هذه 185 ولا اللي جنبها؟ والله مش متأكدة شو شكلها. في منها ثلاث ألوان، هذا الرمادي والأبيض وعنابي أو ما أدري بنفسجي، مش متأكدة. هنا أقسام صحون ضيافة والتقديم، هذه أسعارها. شو أسعارها من قرب تكون أفضل. 199 يكون ثلاث حبات، أغلبهم ثلاث حبات أو حبتين. هذا ثلاث حبات دائري، هذا 199. 217 حبتين بس، اللي يكون هذا فضي وحواف ذهبي. هذا المستطيل ثلاث حبات 219، هذا اللي حبتين بس 199. شو هذا حبتين هذول، هذه يعني هذه اثنين 163. هذا الفضي 174. أسعارها تختلف الصراحة، كل أسعارها حلوة لأنها تكون أكثر من حبة. هنا بعد اللي أرخص، شوفوا هذا ب94. بعد هذا شوفوا شكله جدا لطيف ب139 حبتين. في منه الفضي والذهبي، حبيت الفضي اللي حوافه ذهبي، شكله جدا حلو. شو هذا اللي قاعدته سودا بعد حلو، شوف سعره 219. في منه نفسه بس قاعدة فضية عادية. شوفوا هنا أشكال كثيرة، هنا بعد. شو هذا 123 والمستطيل 134. هنا تكملة بعد في دلال بلاستيك، تكون كذا كلاسيك أكثر، مو يعني فضي أو ذهبي، لا كلها سادة. شو سعرها؟ 54، 99، بس أغلبها ترى بالحبة، أغلب الأسعار اللي هنا بالحبة، ما في طقوم. هسا مكتبية أكثر، أو للناس اللي يحبون الستايلات الكلاسيك اللي كذا مو مبهرج بزيادة. في قسم هنا بعد كنت دقيقة بس، في ناس بس زحمة. في قسم في دلال بس ما مدان يصوروا. شو هذول بعد أحسهم جدد، شوف سعرها
رحنا عليها السعر. يمكن 119 هي وهذه، أتوقع أسعارهم نفس الشيء. بعد هذه ترى شكلها حلو، حبيت هذه جدا. أحب اللي تكون مثلا بلاستيك وفيها شوية ذهبي، بس تكون عملية أكثر. هذه على 119 بعد هذه. هنا مباخر كريستال. تقدرون تخلونها كذا وتقدرون تحطون تحت أي شكل تحبونه. كان عندي أول واحدة زي كذا، كنت أحط ورد مجفف كان يطلع شكلها يجنن. شو سعرها اللي فوق على 138، وهذه هنا 69، واللي تحت مرة على 69 بورسلان. شكلها حلو، كلها كاملة للدلال على 149. توقع الحبة، أيوة الحبة، بس شو سعرها هنا الحبة، بس مش طقم كامل. هنا 109. هنا قسم الطقوم كاملة، فناجيل، دلال، خلولكم إياها. شو هالطقم كامل حتى مع دلال. شو سعرها كامل؟ 599، 52 حبة. فناجيلهم حلو والله، حجمه حلو، شكله حلو. اشوف القهوة بعد. القهوة بعد جدا حلوة. اشوف شكل ثاني هنا. فناجيل أغلب الطقوم نفس الشيء، بس ما تختلف. هذه ما معها دلال، بس إذا تركبون عليها أي دلة. هنا بعد أشكال مش كبيرة، يعني أقل سعرها 299، فيها 26 قطعة. هذا أول شكل، بمشي على السريع. هذا ثاني شكل، شوف بس نجيبهم الشاهي أكبر شوي. هنا تكمل الأشكال، تبدأ كل ما قل السعر تقل عدد القطع اللي داخل. 139. هذه 199، شكلها حلو، بس كنا فنجانهم كبير، كله كبير. هنا اللي بلا مسكة كذا، نفس الاستكانات الكويتية أو التركية، بلا مسكة فنجان،
احنا السعوديين اكثر شيء عندنا الماسكه هذه كذا. كيف شكلها؟ جدا حلو، حبيت المقاس هذا مع الحجم، جدا حلوه. هذه اللي فوق سعرها 199، بس يعجبني انا النوم يكون مثلا 12 فنجال قهوه، 12 فنجال شاهي كذا. شو هذه؟ صح انها نص نص، 79 89. بس اتوقع وريتكم اكثر الاقسام اللي مهمه، ما ادري في شيء ثاني بعد بكملها قدام شويه. هذا نفس طقم تقديم بسيط شاهي 119، ما ادري اذا كان كم قطعة، بس 6 قطع. هذا شو ب22، ما ادري والله ما فهمت، غالبا هذا غير هذا، ما ادري. الاطقم الكاملة طقم صفرة كامل 2299، 86 قطعة. ثاني 2599، حبيت هذا أكثر، أحسه حلو شكله. شوف أنا جيله أتجنن، هذا أكثر شيء حبيته صراحة. بس لا سعره مو 2500، سعره 1700 صراحة. عندي أحلى حتى من اللي ب 2500، جدا حلو. في 66 قطعة. حبيته. شو هذا؟ 2299، هذا بعد حلو 1799. طقم السفرة ما أحب يكون فيه نقشات كثيرة، أحب يكون كذا لون سادة، لو فيه ذهبي خفيف، لو فيه فضي خفيف عادي، بس ما يكون فيه ألوان كثيرة زحمة. شو ده بعد حلو؟ هذا 2500، يعني 2600، وهذا 1599، يعني 1600. صراحة أشكالهم جدا حلوة. أتوقع صورت لكم أغلب الأقسام، أتمنى يا رب المقطع يعجبكم، لا تنسون لايك واشتراك في القناة. أشوفكم مقاطع جاية بإذن الله، مع السلامة.